معكم مسافر طيبين وصحة وعافية. بشرح اليوم مثل ما تشوفون 8 تي ار اكس تقدر تسويها في البيت، ما هي الصالات مسكرة. ما حد يقول لي ما عندي اغراض ما عندي اشياء، هالاشياء تقدرون تشتريها من اي دكان عبارة عن حبل ما اتوقع صح. على تي ار اكس هم 4 تمارين، صدر وظهر الباي والتراي. ان شاء الله اذا قدرت تلعب التمرين نفس ما وراك اياه بنفس التكنيك بتحس بنفس الفائدة اللي تحسها في الجيم او اكثر. ركز يا ريت. فنبدا التمرين الظهر. طبعا انا زي ما قلت لكم تي ار اكس عندي ما قبلت او ما قدرت اني ارتب الطول بنفس الشيء، فبكل بساطه اللي اشوفه اطول تاخذ فيه كم لفه لين ما يكون قريب من الثاني. بالضبط الحين عند بعض. اوكي. تمرين الظهر، انت واقف بشكل مايل، لا تقول لي انك بتبدا بشكل عمودي، هذا الحبل لازم ما يرتفع. بشكل مايل بتنزل بتسحب بالجناح بتضغط شوية بترد بتضغط بترد نفس النظام. كل ما نزلت بتصعب الموضوع عليك. الحين عشان قياسي انا بنزل لك اخر شيء. شرحنا الحين الظهر، ان شاء الله في الفيديو الجاي بنشرح كيف تلعب بايسبس ترايسبس على التي ار اكس، وبعدها ان شاء الله بنشرح بالاوزان البسيطه اذا كان عندك دمبل او اي وزن تستخدمه. لكم سيدون حياكم الله.